تحضرت تلك النساء في أوكرانيا لما لم يقمن به سابقا في حياتهن. هن شاركن في عرض للأزياء من نوع آخر، العرض خاص بالنساء ذوي الاحتياجات الخاصة. العرض هو الأول في نوعه في العالم. القيمون يقولون إن الهدف منه هو كسر الحاجز بين المجتمع والمقعدين أو فاقدات البصر، ولتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط أكثر في المجتمع. نريد أن نجلب السعادة لتلك النساء التي لا تملك العديد من الفرص وليس لديهن دعم مادي أو نفسي، لذلك قررنا أن نقيم هذا المشروع، ومن خلال هذه الفكرة لدينا هدف هو إنشاء خط من الأزياء كالذي بدأ يتفاعل في أوروبا، وهو خط خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. العارضات انتظرن بفارغ الصبر خلف الكواليس يتحضرن للظهور أمام الجمهور. إحدى العارضات أكدت أن الفكرة الجديدة لعرض الأزياء تدفعها للتفكير بأشياء أخرى ممكن أن تقوم بها النساء المقعدات، ومنها الرقص أيضا. الموضة لذوي الاحتياجات هي فكرة جديدة ليس بالنسبة لي فقط بل في كل أوكرانيا، لم يفكر بها أحد سابقا. الأمم المتحدة تقدر أنه من أصل 45 مليون نسمة، هناك نحو 5 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أوكرانيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق.